نذهب إلى موضوع آخر أستاذ أحمد. الحديث اليوم عن البطولة المدرسية العربية، راح يكون يوم الختام بلقاء منتخب لبنان المدرسي، نعم، في البطولة العربية المدرسية، وهذا ما يطلعنا عليه أيضا الكابتن عبد السلام بن سعيد القصاب، متواجد معنا عبر اتصال هاتفي من مصر، مدير المنتخب المدرسي. نرحب بك أستاذ عبد السلام ويسعد مساك بكل خير عبر برنامج الحدث. قدمت يمكن بطولة مميزة جدا، فوز على المغرب، تعادل مع لبنان، فوز في دوري الأربع على مصر بهدف ثمين، وبالتالي أنتم تترقبوا موعد منتظر أمام لبنان في هذه البطولة. كيف تطلعنا على الاستعدادات الخاصة بالمنتخب الصغير، المنتخب المدرسي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي أيمن، ونمسي على السادة المشاهدين ومباركين جميعا هذا الإنجاز. ومثل ما ذكرت أنت في حديثك أن البطولة يعني قطعنا فيها مشوار كبير، وبإذن الله اليوم الختام. وبالنسبة للاستعدادات، يوم مباراة مصر اللي أشير فيه يعني أنه بحد ذاته إنجاز البطولة، أنك تلعب مع المضيف وفي النصف النهائي تتخطى تصعد للنهائي. نعم. فاليوم إن شاء الله عازمين على الفوز بإذن الله والظفر بالكأس الغالي بإذن الله. بالنسبة للاستعدادات أكيد بعد مباراة مصر، نعم، بعد المباراة مباشرة عطينا مجال للفرحة للاعبين، ولكن من خلال نفس اليوم خلاص بدأنا الإعداد من حيث جلسات الاستشفاء. أمس تمرنا في ملعب المباراة، وبإذن الله اليوم إن شاء الله مستعدين وجاهزين لخوض النهائي بإذن الله. نعم، تمنى لكم إن شاء الله تعالى كل التوفيق. راح تكون يعني المباراة أيضا في الساعة 8 مساء بتوقيت مسقط، ونحن تابعنا مختلف أيضا يعني الإشادات الكبيرة بهذا المنتخب ومستوى المواهب أيضا يعني الموجودة في المنتخب المدرسي. وهذا أيضا أستاذ أحمد ما يمكن قوله أنه استثمار ربما ناجح في مثل هذه المنتخبات المدرسية. بالضبط. هذا بناء يعني خلينا نقول هذه لبنة لبناء منتخب مستقبل إن شاء الله. ممكن. نعم، حاب تسأل الكابتن عبد السلام سؤال أخير قبل أن ننهي هذه المكالمة. والله ما في شيء إلا أخي عبد السلام نهنيكم يعني على هذا الجهد وهذا العطاء، وحقيقة هذا شيء مبشر. يعني ما أعرف إلى أي مدى ممكن يستفيد منتخب الناشئين من هذا المنتخب. بالنسبة للمنتخب المدرسي هو يشكل نواة المنتخب الوطني للناشئين. واليوم احنا جالسين نبني ثمار العمل المبني والجهد الكبير اللي تم بذله حوالي 6 أشهر سابقة، من حيث برنامج الانتقاء اللي هي كان بعد شراكة صادقة بين الاتحادين، الاتحاد العمال لكرة القدم والاتحاد المدرسي. بعد ما صار الانتقاء دخلوا الأولاد المعسكرات حوالي 4 أشهر. بعد ذلك الفريق اللي تم انتقاءه لهذه البطولة حوالي يمكن جميع اللاعبين هم اللي بيمثلوا المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا بعد حوالي 2 أسابيع من الآن. فالاستثمار أكيد يعني المدارس هي البيئة الخصبة انك تكتشف هذه المواهب وتتبناها وتعمل معها، واصبح رافد مهم بحيث انك تصقلها. نعم، واصبح رافد واساسي مهم اليوم. البطوله هذه اكيد انها تعد يعني بروفة اخيره قبل المشاركه في غرب اسيا، بحيث انك تتطور هذه اللاعبين وتصقلهم. ومن ضمن الاهداف هذه، لكن الهدف ان شاء الله خلينا نقول هدفنا اليوم ان احنا نكسب البطوله العربيه باذن الله. بإذن الله تعالى نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ عبد السلام القصابي، مدير منتخبنا الوطني للمدارس المشارك في البطولة العربية المدرسية، المنتخب المدرسي. كل الشكر لكم وكل التوفيق إن شاء الله تعالى لكم في هذه المباراة.